البنك المركزي مصر تسجل أعلى احتياطي أجنبي منذ 2011 بقيمة 28.5 مليار دولار. مصراوي ينفرد، شركة المترو تهدر 100 مليون جنيه في تكهين قطار مكيف جديد. الحكومة إتاحت 50,000 وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار. التمويل العقاري يوافق على منح قروض إسلامية لمحدود الدخل. 10 قتلى على الأقل في انفجار سان بطرسبرغ بروسيا. تدريبات تأهيلية لباولو ومايوكا، والزمالك يغادر إلى السويس غدا. من أول يوم أخلاوي، يعني أيوة أنا أعمل إيه، في 2 أو 3 زمالكاوي هنا، بس أنا أخلاوي، الباقي كله أخلاوي.